العهد المعظم راعي الحفل، أصحاب السمو، دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، معالي أمين عام جامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة العرب، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الشباب والشابات المشاركين من كافة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم أردننا وباسم شبابنا وشاباتنا أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الذي يجمعنا بأشقائنا وشباب الأمة العربية في العاصمة الهاشمية الحبيبة عمان. نلتقي اليوم في حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم أمير الشباب ونبراسهم في افتتاح أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى للشباب والسلام والأمن في الأردن. الأردن البلد الذي نعتز بانتمائه الصادق لأمته ومساندته الدائمة لقضاياها المصيرية. اسمحوا لي أن أدعو دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، شاباتنا وشبابنا، ضيوفنا الأعزاء، أحييكم جميعا وأرحب بكم ضيوفا أعزاء على الأردن في عاصمتنا الحبيبة عمان، عاصمة المحبة والأخاء والسلام، التي لطالما انطلقت منها مبادرات السلام والتآخي والتعاضد العربي المستمسكة دوما بصفاء النوايا وصدق الطرح ومصلحة الأمة. كما نتشرف اليوم بحضور سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم يحفظه الله، فحضور سموه الدائم بيننا في مختلف المحافل وجهوده الطيبة ومبادراته الخلاقة، وفي مقدمتها المبادرة التي أطلقها قبل 9 سنوات وتوجت بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2250 حول الشباب والسلم والأمن كأول قرار من نوعه على مستوى العالم، هي محط اعتزاز وفخر لنا وللشباب العربي. وسموه قدوة لشبابنا المتقد المتحمس، ونعم السند والعضيد لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى عميد الشباب يحفظه الله. تقدموا بوافر الشكر والتقدير لكم على قبولكم دعوة الأردن لاستضافة إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، التي لم نكن لنتشرف بطلب استضافتها لولا إيماننا العميق بنبل مشاعركم تجاه بلدنا المعطاء، ورغبتنا وحاجتنا الأكيدة جميعاً لأن تتكلل هذه الجهود المقدرة بالنجاح بإذن الله، في ظل ما تمر به منطقتنا من ظروف وتحديات وتداعيات في مسيرة الأمن والسلام الشاملين. وبالقطع، فمن غير الممكن الحديث عن الشباب والأمن والسلام دون الإشارة بوضوح إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة، والذي شارف على أن يتم عاماً كاملاً من الإجرام والمعاناة والقتل والدمار والتجويع، وراح ضحيته أكثر من 40,000 شهيد، أي ما يشكل قرابة 2% من سكان القطاع، بالإضافة إلى ما يقرب 100,000 من الجرحى وعشرات الآلاف من المفقودين تحت الدمار. وفي ظل استمرار هذا العدوان الوحشي الغاشم وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومنظومة الأخلاق والقيم البشرية والإنسانية، وعجز المجتمع الدولي عن كبح هذه الجرائم، لا شك أن ثقة شبابنا العربي بالمنظومة الدولية تتضاءل يوماً بعد يوم، لأن جهود تحقيق السلام والأمن وتهيئة البيئة الملائمة لتمكين الشباب تتضاءل هي الأخرى. ومن هنا نجدد التأكيد على موقفنا الراسخ بضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة وعموم فلسطين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية المستدامة لهم بشكل شامل،
وإطلاق أفق سياسي كان ينبه إلى ضرورته سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملكي عبد الله الثاني المفدى يحفظه الله، وصولاً وتأسيساً إلى إنجاز حل الدولتين وفق جداول زمنية معلنة لنحقق معها الحل العادل والشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين. كما أرغب بالإشارة بعد إذنكم إلى أهمية القضايا التي تحملها الاستراتيجية التي نحن بصدد إطلاقها اليوم، والتي ظهرت في ظل آثار وتداعيات الأزمات التي أصابت محيطنا العربي منذ عقود، كقضية اللجوء وتأثيرها على اللاجئين أنفسهم وعلى المجتمعات المستضيفة، ونحن أحد أكبر المجتمعات المستضيفة للاجئين، وموجات الغلو والإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا الأخرى التي تظهر في ظل غياب الأمن والسلام. وأشدد هنا على أن الاستراتيجية التي نحن بصدد إشهارها اليوم ليست بإذن الله مجرد وثيقة تضاف إلى أرشيف مدخم بالمبادرات والوثائق والاستراتيجيات التي لا تنفذ، بل بالقطع نريد لها أن تكون خارطة طريق حية نهتدي بها ونعمل على نشر رسالتها وتحقيق رؤيتها من خلال وضع خطط وطنية لتنفيذها بحسب أولويات كل دولة من الدول العربية الشقيقة الوطنية وصهرها ضمن مستهدفاتنا الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب وإدماجهم وحمايتهم وتهيئة البيئة الملائمة لهم من أجل الإبداع والنهوض بواقعنا. وأذنوا لي سيدي سيداتي وسادتي هنا أن أشير بعجالة إلى أننا سنشهد في الأردن بعد نحو أسبوعين من الآن أولى المحطات العملية لبرنامج التحديث السياسي المنبثق عن مشروع التحديث الشامل الذي قاده ويقوده جلالة الملك يعضده فيه سمو ولي العهد بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وذلك من خلال إجراء الانتخابات النيابية التي ستشهد وللمرة الأولى تمثيلاً شبابياً أوسع من خلال تخفيض سن الترشح إلى الانتخابات إلى 25 عاماً وضمان مقاعد متقدمة للشباب على القوائم الحزبية وغيرها من التعديلات التي تتناسب مع حجم وإمكانات وطاقات الشباب الذين تصل نسبتهم في الأردن إلى ما يقرب من 70%. ختاماً أجدد الترحاب بضيوف الأردن الأعزاء والشكر والتقدير على الجهود التي بذلت من أجل صياغة هذه الاستراتيجية التي هي ثمرة طيبة من بذرة جهود سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم يحفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً دولة رئيس الوزراء. هي شريكاً فاعلاً ورئيسياً في منظومة العمل العربي المشترك في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دوراً هاماً في تعزيز السلام والأمن وفي دعم سبل التعاون والصداقة بين الدول العربية وبين المنطقة وباقي دول العالم. اسمحوا لي أن أدعو أمين عام جامعة الدول العربية معالي السيد أحمد أبو الغيط لإلقاء كلمته، فليتفضل. صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، السادة وزراء الشباب والرياضة، الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أتقدم لسموكم بالشكر والتقدير على رعاية حفل إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن اليوم في عمان. وكما تتابعون جميعاً، يأتي إطلاق الاستراتيجية في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متعددة ومتشابكة، تقتضي من الشباب العربي اليقظة والاستعداد للمستقبل
والإيمان بقيمة الأوطان، وأننا نثمن هذه الخطوة المباركة ونرى فيها تأكيداً على الدور الريادي للشباب العربي في تعزيز السلام والأمن في بلداننا العربية. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بتحية إعزاز وتقدير واحترام إلى الشباب الفلسطيني الصامد أمام جبروت القوة والمتشبث بالأرض، الثابت في مواجهة المحتل بكل غطرسته وإجرامه، وقد أثبت للعالم أجمع، أتحدث عن الشباب الفلسطيني، أنه لا ولن يتخلى عن أرضه، وسيستمر في الدفاع عنها وعن هويته وعن حقه في الحياة. ولقد شاهد العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي كيف قام هؤلاء الشباب، ومنهم كوادر طبية ودفاع مدني، بأدوار بطولية على مدار شهور تجلت في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومساعدة النازحين وتوثيق جرائم العدو وفتح ممارساته الوحشية. وأقولها بصدق أن التاريخ سيخلد قوة وبسالة الشباب الفلسطيني وإيمانه بعدالة قضيته. صاحب السمو أمير الشباب، لقد كان لسموكم الفضل في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول الشباب والأمن والسلام في عام 2015، والذي أكد على أهمية إشراك الشباب في جهود السلام والحفاظ على الأمن. ونحن اليوم نخطو خطوة جديدة نحو تنفيذ المسار الذي أطلقتموه على المستوى، أطلقتموه مؤمنين بأن هذه الاستراتيجية التي تعتبر الأولى على المستوى الدولي ستفتح آفاقاً واعدة للشباب العربي للمساهمة في بناء السلام وتعزيز الأمن في المنطقة العربية. إن جامعة الدول العربية وبصفتها المنظمة التي تمثل الصوت الجماعي للأمة العربية قد بذلت جهوداً حثيثة على مدار العقود الماضية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، حيث كانت حاضرة دائماً في سياق كل جهد يرمي إلى إنهاء الصراعات والأزمات في عدد من البلدان العربية، سواء من خلال المبادرات السياسية أو جهود الوساطة الدبلوماسية. كما قدمت الجامعة العربية الدعم اللازم للشباب العربي من خلال مختلف البرامج والمشاريع التي تستهدف بناء قدراتهم في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية. لقد عملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طوال السنوات الثلاث الماضية على تطوير الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، إيماناً منها بأن الشباب يمثلون القوة الدافعة نحو التغيير الإيجابي في المجتمعات، كما حرصت على منحهم الفرصة ليكونوا جزءاً من عملية صنع القرار لتعزيز دورهم ومساهمتهم في المجتمع. ومن أجل ذلك كان الشباب شريكاً رئيسياً في كافة مراحل العمل على إعداد الاستراتيجية وخطتها التنفيذية. أقول منذ البداية وحتى هذه اللحظة التي تشهد مناقشة خطة العمل التنفيذية خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب اليوم، لتضع آلية واضحة لضمان مشاركة الشباب والشابات في مسيرة السلام الإقليمي والعالمي، وتمنحهم دوراً حقيقياً يمارسون من خلاله حقهم في تحديد أولوياتهم في عمليات بناء السلام وصناعة المستقبل الذي يستحقونه كشباب عربي صاعد. إننا نتطلع اليوم
إلى أن تكون هذه الاستراتيجية دافعاً لتعزيز دور الشباب في صنع القرار السياسي على المستوى الوطني والإقليمي، وأن تمثلوا إسهاماً معتبراً وفاعلاً في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية، وهي في الحقيقة أحوج ما تكون إلى ذلك. في الختام، توجه بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية على جهودها المبذولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسأل الله العلي العظيم أن يحمي الأردن بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله ابن الحسين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، ووفق الله الجميع في خدمة قضايا أمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. تشاركنا الآن وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روز ماري دي كارلو في رسالة عبر هذا الفيديو، أدعوكم لمشاهدته. Thank you for the opportunity to address this important meeting. This is a time of great turmoil in the Arab region and around the world. So it is heartening to see the hope and optimism driving your efforts to include young people in the quest for durable peace and security. The regional youth peace and security strategy you are launching at this forum is one of the first such plans in the world. Indeed, the Arab region and Jordan in particular have been global leaders in advancing the youth peace and security agenda, beginning with the Global Forum on Youth Peace and Security in Amman in August 2015. This demonstration of leadership is commendable, particularly as roughly 60% of the population of the Arab region is under the age of 30. How Arab countries ensure that these young women and men play their due role in building peaceful and prosperous societies can serve as inspiration for the rest of the world. For our part, we at the United Nations continue to intensify our efforts to promote active youth participation in decision-making processes. Last year, my department adopted its first ever youth peace and security strategy. And one of our key objectives is to support regional organizations and member states promote meaningful youth participation in decision-making about their future. We are proud of the partnership we have forged with the League throughout the development of the regional strategy and the action plan for its implementation. This partnership has included several innovative digital dialogues supported by artificial intelligence that created space for young people from around the Arab region to meaningfully engage in the development of the strategy and its action plan. Almost 500 young people, nearly half of them young women, participated in one or more digital dialogue. We look forward to continue working with the League in this direction. I congratulate you on your efforts and encourage you to work closely with youth in making the strategy a reality. Thank you. منذ سنوات ونحن نشهد جهوداً شبابية عربية ماثلة للعيان ارتكزت على تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، جهود قادها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فأثمرت اليوم عن إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن. أدعو رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب معالي الدكتور أشرف صبحي ليلقي كلمته، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، السادة أصحاب المعالي، شبابنا العربي، ممثلي الدول العربية والمجتمع الدولي، سعدني أن أشارككم اليوم في افتتاح المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن تحت شعار الرؤية العربية
الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية. وجاء تنظيم هذا المنتدى التزاماً بقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 1096 بتاريخ 19 أيلول 2023 وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 887 تاريخ 16 أيار 2024، ويهدف إلى جمع الدول الأعضاء ووزراء الشباب والرياضة العرب ومن في حكمهم والشباب بناة السلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء لتعزيز جدول أعمال الشباب والسلام والأمن معا من خلال المشاركة الفعالة في الحوارات الموضوعية والأنشطة. جمع الكريم إن انعقاد هذا المنتدى في هذه الظروف العالمية الدقيقة يعد رسالة قوية من عالمنا العربي أننا شعوب محبة للسلام وساعية لتحقيقه. فلا شك أن ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة مستمرة واعتداءات متكررة يمثل جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية. إن مصر بقيادتها الحكيمة لم تتدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية، وسوف تظل على الدوام في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. ولا شك أن شبابنا العربي هم ثروة حقيقية، يمتلكون طاقات إبداعية هائلة ورغبة عارمة في التغيير والإصلاح وصياغة مستقبل أكثر سلاماً وأمناً. فهم بناة الحاضر وصانعوا المستقبل وحاملوا مشاعر السلام والأمن في عالمنا العربي. ولقد أثبت شبابنا مراراً وتكراراً قدرتهم على تحمل المسؤولية وقيادة التغيير والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما في ذلك بناء السلام وحل النزاعات. ولذلك فإن من واجبنا جميعاً كحكومات ومجتمعات دعم شبابنا وتمكينهم من تحقيق طاقتهم الكاملة وتوفير الفرص اللازمة لهم للمشاركة في بناء سلام دائم وعادل في عالمنا. الحضور الكريم، إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة للحوار والنقاش لتبادل الخبرات والأفكار وتحديد أفضل السبل لتعزيز دور الشباب في جهود حفظ السلام وبناء الأمن، ويهدف إلى دفع العمل وتمكين الشباب لقيادة تعزيز السلام والأمن من خلال التأكيد على الدعم والتعاون وتنفيذ الاستراتيجيات وتحديد أولويات إقليمية محددة. وبالتحديد يهدف المنتدى العالمي إلى تحقيق الأهداف التالية: 1. إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، والتي ستكون بمثابة الأساس والإطار الرئيسي لتعزيز وتنفيذ مبادرات السلام والأمن التي يقودها الشباب. ويهدف الإطلاق إلى تأمين الالتزام الوطني والدعم العالمي الضامن للتشغيل الفعال على المستوى الدولي. 2. تعزيز واستدامة العمل والحوار التشاركي من خلال توفير منصة للحوار الهادف الذي سيمكن المشاركين من تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات وبناء شراكات قوية لتعزيز جدول أعمال الشباب والسلام والأمن. 3. تحديد الآليات والأساليب والوسائل المقترحة من قبل الشباب والممكن استخدامها لتعزيز وتنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن بشكل جماعي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والتشجيع على تبادل المعرفة. 4. تحديد الأولويات الوطنية للدول لتكون بمثابة مورد قيم للإرشاد في تطوير الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وسيتم تحديد الاحتياجات المحددة لكل دولة عضو لتشكيل خطة عمل تضمن زيادة فعالية جهود السلام والأمن الإقليمية ومناقشة المقترحات حول تصميم الأنشطة والآليات الخاصة بسبل تطبيق الاستراتيجية العربية. 5. مشاركة الخبرات بين الدول والأعضاء حول وضع الخطط الوطنية وتطبيق جدول أعمال الشباب والسلام والأمن وفقاً للسياسات الوطنية المختلفة. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على عدد من النقاط الأساسية: أولاً، ضرورة الاستثمار في تنمية قدرات الشباب وتوفير التعليم الجيد والمهارات اللازمة. ثانياً، أهمية إشراك الشباب في صنع القرار وإعطائهم صوتاً في القضايا التي تهمهم مثل السلام والأمن والتنمية. ثالثاً، دعم مبادرات الشباب الرامية لتعزيز ثقافة السلام وحل النزاعات ونشر قيم التسامح والاحترام بين مختلف مكونات المجتمع. رابعاً، العمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للشباب تتيح لهم العيش بكرامة وتحقيق طموحاتهم. وأيضاً تبني المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب للتوصيات التنفيذية لتلك الاستراتيجية بعد إطلاقها من هنا
من عمان وتشريفنا بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله. وتناول هذا المنتدى عدد من أهداف التنمية المستدامة للقضاء والتي تهدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن والغذاء والتغذية المحسنة وتعزيز الصراع المستدامة وآخره، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً وتنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات الفاعلة بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية. وأنني على ثقة بأن شبابنا العربي بفضل إبداعهم وذكائهم وإصرارهم قادرون على إحداث تغيير إيجابي في عالمنا وتحقيق سلام دائم وعادل للجميع. وفي النهاية أتقدم بالشكر والتقدير نيابة عن زملائي معالي أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب لسمو الأمير الحسين بن عبد الله على رعايته الكريمة لمسار إطلاق الاستراتيجية، وكذلك استضافة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. ولوزارة الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة معالي الأخ والصديق الوزير الصديق العزيز محمد سلامة النابلسي على التنظيم الرائع، كما أتقدم بالشكر لجامعة الدول العربية وكافة الإدارات المعنية على جهدها لإنتاج تلك الاستراتيجية. وطبعا معالي الأمين العام تشريفك شرف لينا دايما، وكل الشكر والتقدير على هذا الدعم. ومعا نبني سلاما عربيا بمشاركة شبابنا، معا نحقق رؤية عربية للشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمعالي الدكتور أشرف صبحي. منذ إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن، وحتى يومنا هذا الذي يتوج بإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، هي مسيرة استهلت برؤية ملكية حملت رسالة الشباب ومضت بتحقيق التزامات إقليمية ودولية في دفع العمل بأجندة السلام والأمن الدوليين. لنتعرف وإياكم على رحلة جدول أجندة الشباب والسلام والأمن عربياً ودولياً. في 23 من نيسان 2015 كانت البداية، إذ ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة بعنوان دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام. فأمامنا اليوم أكبر جيل شاب عرفه التاريخ، وأكبر فرصة لبناء وتمكين مجتمعات قانونها العقل ودستورها الأخلاق ومبادئها السلام والمساواة، الاحترام والحوار، العيش المشترك وتقبل الاختلاف. وفي 22 من آب في نفس العام، وتحت رعاية سمو ولي العهد، تم اعتماد إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن خلال المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن في عمان. هم الرصيد الاستراتيجي وهم الثروة الحقيقية، وهذا ما أراه كل يوم في شباب بلدي الأردن وفي شباب جيلي حول العالم. وفي 9 من كانون الأول أقر مجلس الأمن وبالإجماع القرار رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن، واحتوى على 5 محاور: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكة، وفك الارتباط وإعادة الإدماج. The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 2250 of 2015. وبالإجماع أيضاً أقر مجلس الأمن في 6 من حزيران من العام 2018 قراره رقم 2419 حول الشباب والسلام والأمن. وفي 14 من تموز من العام 2020 أقر مجلس الأمن القرار رقم 2535 لتعزيز المشاركة في تنفيذ القرار 2250. وفي 26 من أيار 2022 أصدر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قراره بإعداد استراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن، وتم اعتمادها في 19 من أيلول 2023.
ثم في 16 من أيار 2024 أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراره رقم 887 بشأن الاستراتيجية للأعوام من 2023 إلى 2028، وكلف الأمانة العامة ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بوضع خطة العمل التنفيذية، مرحباً باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاقها. واليوم نجتمع في عمان في المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن لإطلاق الاستراتيجية العربية حول الشباب والسلام والأمن. ظل رسميا للعمل الشبابي في الأردن والتزاما بترجمة الرؤى الملكية في النهوض بالشباب الأردني، حرصت وزارة الشباب على تنظيم هذا المنتدى بما يتضمنه من مشاركة شبابية عربية واسعة لتكون تمهيدا لمرحلة جديدة تترجم رؤى الشباب وخططهم في السلام والأمن. اسمحوا لي أن أدعو معالي وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب السيد محمد سلام النابلسي. تفضل. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، بداية اسمحوا لي أن أكرر ترحيبنا بكم في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن أعبر عن مدى فخرنا بقيادتنا الحكيمة وراعيها سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أطال الله في عمره. تلك القيادة التي هيأت لنا ما نتمتع به الآن من دفء في العلاقات والشعور العروبي ومكانة دولية، مكنتنا من المضي قدماً في نشر ثقافة التسامح والاعتدال. سيدي صاحب السمو الملكي، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، ضيوفنا الأكارم، نجتمع اليوم متطلعين لمستقبل أفضل لشبابنا العربي، فخورين برعاية سمو الأمير الشاب الحسين بن عبد الله الثاني المعظم لمنتدانا لتكليل الجهود المقدرة التي قادتها جامعة الدول العربية في سبيل وضع الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن وإدخالها حيز الوجود، وذلك قطافاً لثمار جهود سموكم في العام 2015، حيث بدأ العالم أجمع يولي جدول أعمال الشباب والسلام والأمن اهتماماً غير مسبوق، ومن هنا برز عنوان هذا المنتدى الذي أسميناه الرؤية العربية الشباب والسلام والأمن على الساحة الدولية. ستقام سيدي صاحب السمو جلسات وحلقات نقاش في هذا المنتدى تتناول قضايا محورية وأساسية في جدول أعمال الشباب والسلام والأمن، فسيقام في بعض ظهر هذا اليوم المشرق 3 جلسات بالتوازي. ستكون الجلسة الأولى اجتماعاً استثنائياً لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لنتباحث فيه حول الأولويات الوطنية لدولنا العربية فيما يخص جدول أعمال الشباب والسلام والأمن، حيث سيتفضل زملاء الوزراء ببيان الأولويات لديهم وفقاً للسياقات المحلية في الدول العربية الشقيقة، حيث أنه من المعلوم والمتوقع أن تختلف الأولويات باختلاف الجغرافيا والظروف. ستتناول الجلسة الثانية والتي تقام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان التقاطعات بين جدولي أعمال الشباب والسلام والأمن والمناخ، حيث تأتي هذه الجلسة انطلاقاً من إيماننا وجامعة الدول العربية بأهمية دور الشباب في المبادرات البيئية، وعلى رأسها مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين نكسوس، والتي أطلقها سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ. ستتحدث الجلسة الثالثة والتي تقام بالشراكة مع المعهد السويدي للحوار حول الحوار بين الثقافات والحوار بين الأجيال، وذلك لما لمسناه من خبرة متراكمة لدى المعهد في هاتين القضيتين، ولنحاول المزج بين اندفاع الشباب وطاقاتهم اللامحدودة وحكمة الأجيال الأكبر سناً، ولتحقيق الانصهار بين الثقافات العربية المختلفة. تكمن أهمية هذه الجلسة سيدي
بطموحنا للوصول إلى صيغة من التكامل بين الثقافات المختلفة والأجيال المختلفة، محاولين أن نضمن عدم الإقصاء. ستعقد غدا سموكم جلستان، تتناول الأولى محور تعزيز الحوكمة الرشيدة، وستقدم جامعة الدول العربية مشكورة عرضا حول مسودة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، ليصاروا إلى فتح النقاش والحوار حولها. وستعرض كل من الجمهورية التونسية الشقيقة والعراق الحبيب تجاربهما فيما يخص تنفيذ القرار 2250، كما وسيستعرض شباب أردننا الغالي تجربتنا مع الأخوة لنتشارك بها ونطلعهم على ما حققناه من إنجازات على مر هذه السنوات في هذا الملف الهام. أما الجلسة الختامية سيدي فستتضمن حلقة نقاشية بعنوان شراكات من أجل السلام، نتناول فيها أهمية بناء الشراكات الفاعلة وسبل تمويل خططنا الوطنية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية، كما وسيتلو ذلك سرد لأبرز ما رصدناه من نتائج وثمار من خلال متابعتنا لمجريات الجلسات والنقاشات والحوارات الموضوعية. في النهاية اسمحوا لي سموكم أن أتقدم منكم ومن أصحاب الدولة والمعالي والسعادة الحضور الكريم بالشكر العميق على تواجدكم معنا في هذا اليوم، متمنياً لكافة الأصدقاء المشاركين التوفيق، ومتطلعاً قدماً للعمل بتوجيهات سموكم وبمعية زملائي الوزراء العرب على المضي قدماً في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز في جدول أعمال الشباب والسلام والأمن من منظور عربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي وزير الشباب. إذن سيدي صاحب السمو الأمير الحسين ولي العهد المعظم راعي الحفل، أصحاب السمو دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي، شبابنا وشاباتنا، على الخير والعطاء التقينا، وسنكمل أعمال المنتدى بحوارات بناءة ومبادرات تترجم رؤى الشباب العربي نحو مجتمعات أكثر أمناً وسلاماً إن شاء الله. شكراً لمشاركتنا افتتاح أعمال المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.